اللهم صل على محمد وآل محمد اجو کی بلاری جمعے جی رات جے صدقے مجا اللہ تو کھے واسطو و اولیاء انبیاء اوصیاء جو مجا اللہ بالخصوص تو کے واسطو و ان سائن جو جے کا نبی جی اکیلی نیانی مجا کریم اللہ توکھے واسطو آ ان بی بی جو جے کا ارڑن سالن جی عمر میں بڑھڑی تھی وئی مجا اللہ ان سائن جو واسطو تھی جے کا بابے کھا باد روئی روئی چے پئی بابا یا تو جی قبر جی مٹی نہ سکیا بابا مجھے اوے مصیبتوں آئیوں ہن اگر پہاڑن تے اچن ہا تو پہاڑ ریزا ریزا تھی ونجن ہا مجا اللہ ان سائن جو واسطو تھی بابے کھا باد جے سائن جا بئی ہتھ پاسے تے اچی ویا جن جو پاسی ریو زخمی ہوئیو مجا اللہ ان سائن جو واسطو تھی جن جی قبر انیا اسطے آ جن جی قبر جے متھا کوئی سایو کونے ایڈی غریب سیدہ زہرا جو مجھے سائن جڑے دربار ماں خالی جھڑکو کھائی موٹی آئی مسلمان وری دروازے تے اچی ڈاڑیا گرائے چون پیا زہرا علی کے باہر موکل عزادار اج جمعے جی رات آ مارد کیو تو ان دروازے تے آیا جے دروازے تے مصطفی انما جو آیتو پڑھندو ہوئے عزادار او شریف جے لائے کسن تا سولو ہوندو آ پر شریف جے لائے تانو ڈاڈو دکھیو ہوندو آ ظالم سیدہ زہرا جے دروازے تے بھی ڈاڑیاں گالائے چون پیا علی ایڈو بہادر رات اج لکھیو چھو ویٹھو ماں باہر چھوڑ تو نکرے علی مولا کمرے کھا باہر نکتا سیدہ زہرا اگیاں پھری آئی ہو رہا چاہ دی علی جیسی تائیں زہرا موجودا تواں کے ماں باہر ونجن نہ دیندم آزادہ رہو سیدہ زہرا دروازے تے آئی روایت جا جملہ ہن سیدہ پانجو سجو ہت باہر کڈیو سیدہ سمجھو متا نبی جی دی سمجھی مجھے ہتھ جو حیا کن ایک ملعون تازیانو کڈیو سیدہ جے ہتھ تے ہئی جڑے تازیانا لگندا رہیا سیدہ زہرا چپ کرے بدھدی رہی برداشت کندی رہی پاک سیدہ فرمائے تھی حیا نتھو اچے وہے اوہ دروازو آ جہیں دروازے تھے مجھو بابو رک جی انما جو آیتوں پڑھندو ہوئے مجا اللہ ان سائن جو واسطو تھی جے متھا دروازو کرائل
मुनी साइन सद करे फरमाए थी अम्मा फिजा जल्दी आ मुझो मोहसिन शहीद थी वियो मुझा अल्लाह सा गुनहगार जो की रात अजीम रात भलारी रात तुझी बारगाह में हाजिर थियो असाजों हाजतूं पूरियूं फरमा असाजा गुनाह माफ़ फरमा بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخذعلها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملعت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء مجلى هر شيء فنا هي تجي ذات باقي رهندي مجالله سانجي هنن کمزور هدن تے پانجو رحم فرما کرم فرما وَبِ أَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ وَبِ عِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء ملي کرے بولو يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الإسام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النكام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء عظيم جملة واحد دعا جو منجا الله سجا اوه گناه ما فرما جيڪي دعا جي قبوليت ۾ ماني هن منجا الله سجا اوه گناه ما فرما جن جي وجه کان سانجي دعا قبول نٿي ٿي اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء مجا الله سجا اوه گناه ما فرما جن جي وجه کان ساتے مصیبتوں نازل ٿيون ٿين عظيم جملو اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئه اخطاتها اللهم اني اتقرب اليك بذكرك واستشفع بك الى نفسك
وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلحمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال المتواضعة. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عند رغبته. اللهم أزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا گنجی پڑھو ولا يمكن الفرار من حكومتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. عظيم جملو ممكن نہ ہے تجھی حکومت کا فرار تھیڑ. ولا يمكن الفرار من حكومتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد للذنوب غافرا أو لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. جي پڑھو ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت تجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من كفادح من البلاء أقلته وكم من إثار وقيته وكم من مكروه دفأته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم أزم بلائي وأفرط بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومتالي يا سيدي. فأسألك بعزتك الله يحب عند دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجحالتي وكثرة شهواتي
وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور أطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترز فيه من تزين عدو فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك من بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وأكرمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستكيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا أجد مفرا مما كان مني ولا مفهوم مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فأقبل عذري وقري وارحم شدة ذري وفقني من اشتد ساقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقتي وجلدي ملي کرے پڑھو يا رب ارحم ضعف بدني ورقت جلدي يا رب ارحم ضعف بدني ورقت جلدي ودقت يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري تغتزيني حبني لابتداء كرمك وسالف بر قبي يا إلهي وسيدي وربي ملي کرے يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي يدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك حيات
أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تطرد من عويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي مولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة على الألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اترفت بلا إلهيتك محققة على سمائر حوات من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سأت إلى أوطان تعبدك طائفة واشتدت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنت يا كريم يا رب ملي كري يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاءه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك هكذا ما لا تقوم له السماوات والأرض مجلى أجونا رات جواستو تھی جہرات غریب کربلا جی آمد جی راتا مجلى ان غریب جی آمد جی راتا جے دروازے تے انیا بے ایک شعر لکھلا مولا فرمائن تھا انا قتیل الابرات مولا فرمائن تھا ما عبرت جو کٹھل آیا مولا امام سجاد کان سوال کیو بیو مولا تواں جے بابے یہ چھو فرمایو تما عبرت جو کٹھل آیا امام سجاد جن روئی فرمائن تھا تو ذبیح جا احکام جاندو آں سائل چے تو ہا مولا جاندو آں مولا فرمائن تھا بدھائے سائل چے تو مولا ذبیح جے احکامن میں تواں جے نانے جی سنتا اگر حیوان کے بزب کیو تو ان کے پیریاں پانی پیاریندا کیو
ऐं जॾहिं हैवान खे ज़िबा कयो त ज़िबा करण वारो सामान मतिलबु छुरी तेज़ कंदा कयो ऐं जॾहिं बि हैवान खे ज़िबा कयो त हैवान जो हम जिन्स जानवर कोई ॾिसण वारो न हुजे अज़ादारा उन टाइम इमाम सजाद करबला ॾे मोह करे फरमाइनि था बाबा तव्हांजी पंहिंजी क़िस्मत बाबा तव्हां टिनि ॾींहंनि जा प्यासा बि हुयो बाबा ज़ालिम तिखो खंजर ईअं पथर ते हणी मुॾो पियो करे हाय बाबा जॾहिं तव्हांखे ज़ालिम ज़रबू पियो हणे सिर्फ़ इंसान ॾिसण वारा न हुया तव्हांजी चैन सालनि जी सकीना चैन कदमनि ते बीठी हुई ऐं फुफी ज़ैनब 70 कदम ते बीठी हुई रोयूं ॾेई रोई रोई चवनि पियूं न मार टिनि ॾींहंनि जो प्यासो आहे मुंहिंजा अलाह उन मज़लूम इमाम जो वास्तो थी असांजो हाजतूं पूरियूं फरमा हाज़रीन जेतिरियूं बि नेक शरई हाजतूं खणी आया आहिनि सभिनी जो हाजतूं पूरियूं फरमा يا إلهي وربي وسيدي يا مولاي لعي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لعليم العذاب وشدته أملت للبلاء مدته فلئن صبرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك بعزتك يا سيدي يا مولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا أزجن إليك بين أهل هذا زجيج العاملين ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا بكيين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادنين أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أمال العارفين ملكر يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين
أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك وتسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاك طعم عذابها بمسي معصيته وحبس بين أتباكها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبكى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك صلوات بمحمد وآل محمد أم كيف يحركه لحيته وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتغلغل بين أتباكها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زجابانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في إتكه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من رب برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدي وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المغاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستعون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته كل جرم أجرمته كل جرم أجرمته كل
جرم اجرمته كل جرم اجرمته وكل ذنب اذنبته وكل قبيح اسررته وكل جهل عملته كتمته او اعلنته اخفيته واظهرته وكل سيئه امرت باثبات الكرام الكاتبين الذين وثقلت بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر فر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر شترته أو رزق بقاته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره ملي کرے يا رب يا رب يا رب يا رب جو کی بابرکت عظیم رات جو واسطو مجا اللہ باب الحوائج حضرت عباس جو واسطو تھی ان جوان جو واسطو تھی جن جے آسرے تے زینب وطن چھڑیو ہو اٹھاوی رجب تے زینب وطن چھڑے حلیہ غازی جے آسرے تے ازادارو مدینے کھاوٹھی کربلا تائیں جے کا بی بی پریشان تھے ہا مجھے سائن ہر بی بی کے تسلی دئی فرمائے ہا نہ گھبرائیو مجھو المنوارو غازی جو موجود مجھا اللہ آن باب الحوائج جو واسطو تھی دیکھو در محرم جے دی حسین کھیچے پیو ہک حملے جی اجازت دے مائنن کا پچھا مجھے زینب جنگلن میں کیر روار بیا مجا اللہ باب الحوائج حضرت عباس جو واسطو تھی جے جے گھوڑے تا لہن سا ازادارو جنے کربلا جے میدان میں علی اکبر لتھو بی بن علی اکبر جو نالو کھڑی وین شروع کیا جدے حضرت قاسم زین تلتھو بی بن قاسم جو نالو کھڑی وین کیا ازادارو غیرت مندو جدے حضرت عباس زین تا زمین تے آیو کہیں بے بی بی حضرت عباس جو نالو نکھیو ہر بی بی چادر میں حد وجی چے پئی واہ جابا ہائے اساں جو پرد جو زامن لہی ویو مجھا اللہ باب الحوائے
تو پوری فرما اساں جا گناہ معاف فرما مجھا اللہ باب الحوائج جی شہادت جی صدقے اے جے ترا بے آزادار مومن سا سب گنہگار تجھے دربار میں خالی ہتھ کھڑی آیا سوائے دعا جے اساں وٹ کچھ بھی کونے اساں جا گناہ معاف فرما خدا وندہ انہیں ہستن جو واسطو تھی جن جے صدقے میں ہی کائنات تمہاں خلق گئی مجھا اللہ ان حضرت عباس جو واسطو تھی جن جے لاشت حسین یہ آیو جیے ننڈڑو بار حلدو حضرت عباس جے متھا چی غریب کربلا ایک جملہ فرمایو الان انکسر زہری غازی تو خباد مجھے کمر ٹوٹی پئی مجھا اللہ باب الحوائج جی عظمت جی صدقے اسا گنہگارن جا گناہ معاف فرما یا الہی و سیدی یا مولایا و مالک فی یا من بیدی ناسیتی یا علیمن بذری و مسکنتی یا خبیر بے فقری وفاقتی ملی کرے یا رب 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 اسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا خالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليهم أولي يا من إليه شكوت أحوالي ملي كره يا رب 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 على خدمتك جوارحي واشدد على العظيمة جوانحي وحبل الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في منام يا دين السابقين أسرع على إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشاكين
هو عدن ومكة دنو المصلحين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. مجلاتك عظيم رات جو واسطو جن جو مہان مسائے پڑیو وہ تو بٹری ہن سالن جو باب الہوائے جا مجا اللہ ہانے ان باب الہوائے جو واسطو تھی جن جی عمر 6 مہینہ ہوئی جيڪو اڃا ماءُ کي ماءُ به نه پيو سڏي سگهي جنهن کي حسين هٿن تي کڻي آيو کربلا جي ميدان ۾ عزادارو جڏهن حسين گرمي کان علي اصغر کي ابا جي دامن ۾ بند ڪري ميدان کڻي آيو ظالم چون پیا هاڻي حسين ٿڪجي پيو آهي قرآن کڻي آيو آهي امام فرمائن ٿا جي قرآن کڻي اچا ها ته اڪبر کان پهريان کڻي اچا ها قرآن کڻي اچا ها ته عباس کان پهريان کڻي اچا ها هي قرآن ناهي ناطق قرآن هن کي پياس ڏاڍي لڳي آهي هن کي پاڻي جا بقطرا ڏيو توهان جا دريا سڪي نه ويندا عزادارو هي ظالم چون ٿا حسين اصغر پاڻ گھري تسان پاڻي ڏينداسين عزادارو امام فرمائن ٿا اصغر بچڙا گھور پاڻي علي اصغر جا پياسا لب هليا علي اصغر فرمائن ٿا العطش 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 ماں پیاسو آن مکھے پانی دیو ایترے میں عمر ابن سعد اللہ جی لانت ہو جیس ہر ملا کے حکل کرے جے تو جلدی کر تیر کھڑ اصغر جو کلام تمام کر ان ظالم تیر حلایو علی اصغر کے ٹرن پھلن وارو تیر جدے گلے میں لگو دادا رو ان جائے تے اساں جو بار ہو امام زیارت ناہیا میں فرمائے تو مجھو سلام ہو جے کربلا جے ان شہید تے جن جو ہک کن کھا بے کن تائیں گلو زبا تھی ویو دادا رو ان ٹائم حسین مولا آسمان دے مو کرے فرمائن تا اللہم تقبل منا هذا القربا مجا اللہ مجھے ہی قربانی قبول کجا مجا اللہ ان باب الحوائج جے واسطے اسان جا گناہ معاف فرما اسان جو حاجت پوری فرما خداوندا جو کی با برکت رات جے صدقے باب الحوائج جی شہادت جے صدقے حاضرین جتریوں بے حاجت کھڑی آیا ہن سبنی جو پوری فرما برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجان وقلبي بحبك مطيما ومن علي بحسن إجابتك وأكلني أثرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك وعبادتك وأمرتهم بدعائك وصمتك
إليك يا رب نصب تو وجهي وإليك يا رب مدد تو يدي وبعزتك استجب دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي ملي كري يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا صابغ النعم يا دافئ النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بار إلهاتك واستوى أولياء أنبياء أوصياء أهل بيت عليهم السلام دي عزت وعظمت جو اسانجي هي قليل عبادت پنجي بارگاه میں قبول فرما اسانجا كبيرا صغيرا گناہ معاف فرما جن جن مومنين هن جو احتمام كيو آ مجا الله جو كي رات جي صدقے انن جي رزق میں برکت عنایت فرما مجا الله جو كي با برکت رات جي صدقے میں حاضرين جو نیک شرعي حاجتوں پوريوں فرما پروردگار اسانجا كبيرا صغيرا گناہ معاف فرما اسانجے والدين جا كبيرا صغيرا گناہ معاف فرما خداوندا محمد وال محمد جي عظمت جي صدقے مريض مومنين مومنات کي صحت کلي عطا فرما مجا الله ان مريض جو واسطو تھی جيڪي جسم جي ڪائي بيماري نه هئي غيرت جو مريض هيو ازادار او اج نیک شرعي حاجتوں کھڑی خدا جي بارگاہ میں بھی ان امام جو واسطو ديو مولا ان امام جو واسطو تھی جيڪو پھپن سان گڏ ڪڏهن هن دربار ڪڏهن هن بازار ڪڏهن شرابي جي دربار و
منی کرے حسین مولا جی تبلیغ کئی بجا اللہ ان امام جو واسطو تھی جے کو 40 سال رت رنوا مجا اللہ تمام مریض مومنین مومنات کے صحت کلی عطا فرما پریشان حال مومنین مومنات جو پریشانی دور فرما خداوند محمد و آل محمد جی عظمت جے صدقے جے کے بیدو قیدن جو قیدو رہا فرما حضرت امام موسیٰ قاسم جی قید جے صدقے حسائن ناظر عباس تقوی کے جلد از جلد رہائی عطا فرما خداوند محمد و آل محمد جی عظمت جے صدقے اساں جے مرحومین جا درجات بلند فرما حاضرین جا جترا بے مرحومین آئین خداوند جو کی رات جے صدقے مرحومین کے شفاعت امام حسین نصیب فرما خداوند محمد و آل محمد جی مرحومین جے قبرن کے اہل بیت جے نور سا روشن منور فرما خداوند محمد و آل محمد جی عظمت جے صدقے علماء حق جی زندگی دراز فرما دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کے نیست و نابود فرما خداوند دشمنان پاکستان کے نیست و نابود فرما اساں جے ملک پاکستان تمام علماء کرام مراجع عظام جی حفاظت فرما خداوند محمد و آل محمد جی عظمت جی صدقے اجو کی بابرکت رات جے صدقے اساں جے وارث حقیقی جو جلدی ظہور فرما اساں کے بارہ آقا جی زیارت نصیب فرما خداوند اساں کا امام کے خوشنود راضی فرما اساں کے سیرت امام تے ہلن جی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين ملنگ سعید بیماروں میں شفا دے دعا ملنگ سعید پڑھو محمد سعید سعید خداوند محمد و آل محمد جی عظمت جی صدقے جو کی با برکت رات جی صدقے عظیم رات جی صدقے سعید احمد ابڑو بیمار رہا ان کے صحت کلی عطا فرما خداوند حاضرین میں اگر کوئی مریض ہے تو ان کے صحت کلی عطا فرما تمام مومنین و مومنات جترا بھی مریض ہن گھر ہن یا اسپتالن میں ہن خداوند غیرت جے مریض جے صدقے میں اللہ انہن کے شفا کلی عطا فرما خداوند تمام مریض مومنین مومنات کے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما خداوند اساں کے سیرت امام زمانہ تے ہلن جی توفیق عطا فرما مولا اساں کے جلد از جلد امام زمانہ جی زیارت نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار بحق محمد و آلہ طیبین طاہرین المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین ترے مرتبہ صلوات پڑھو بلند آواز اللہ